أنا وأعتقد كثيرين حتى الإخوان الاقتصاديين 29 أكاديمي أيضا تكلمنا كثيرا، قلنا قبل فوات الأوان نحن نمر في 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 يعني العقد الفرصة الأخيرة، أنا سميته أن احنا يعني مقدمين على زمن الفرصة الأخيرة. أنا تقديري من خلال بعض الحسب يعني الأرقام، أنا أجد أن احنا يعني العقد القادم يعني في 2030 راح نجد أن احنا بالفعل في وضع لا نحسد عليه. عندنا أعداد كبيرة في سوق العمل، عندنا إمكانياتنا غير يعني قادرة على أنها تستوعب هذا العدد، وبالتالي إذا لم نوفق فيها العشر سنوات هذه القادمة أن احنا نجد طريق أن احنا ننمي وننوع اقتصادنا، فبالتالي احنا في وضع لا نحسد عليه.